وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي 1,900,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 621,900,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9,279 نقطة، وأغلق عند 9,225 نقطة، مرتفعا بنسبة 50%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1,709 نقاط، وأغلق عند 1,721 نقطة، صاعدا بنسبة 66%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 الأوسان الطاقة عند مستوى 2,529 نقطة ليغلق عند 2,547 نقطة، مرتفعا بنسبة 73%. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 18.75 جنيها بالنسبة لسعر البيع 18.86 جنيها، وسجل اليورو 19.73 جنيها بالنسبة لسعر الشراء وسعر البيع 19.86 جنيها، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22.80 جنيها 22.94 جنيها بالنسبة لسعر البيع. وبالنسبة للعملات العربية، نبدأ من الدرهم الإماراتي الذي وصل سعره اليوم إلى 5.10 جنيهات، وسعر البيع 5.13 جنيها. وأخيرا الريال السعودي، وصل سعره اليوم إلى 4.99 جنيها بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع 5.03 جنيهات.